انه صرت احس كل شيء مال. الهواء لما يجيني احس كده انه فعلا مال، واقعد استقبل واقول انا استقبل اكثر من مال الله. حتى ما وقفت على البحر كده احس ان البحر كله صار مال، فكل شيء حولي صار فعلا مال، ما عاد في الاحساس بالنقص هذا. اللي بنستقبلها والله قيمتها ملايين في العالم الأرضي، في العالم الطاقي والروحي والعالم إنه أنت إيش تبى تصنع نور أصلاً لا تقدر بثمن. يعني احنا في فريكونسي، مش فريكونسي عادية، احنا في ليفل اخر واخر واخر واخر، يعني يعني تو تفهموا كي تجيوا لهون ان شاء الله. من منطق بزنس بحت اذا بدك تفكر فيها، الريتيرن اون انفستمنت بي كورس ماستر ثراء عظيم جدا 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 جدا. Actually هذا الكورس اللي رح يقلب حياتك، يعني إذا هذا الكورس ناداك ما تفكر مرتين. الكورس اختصار للوقت بين قوسين، يعني اختصار 10 سنين. فهذا الكورس اجى بالوقت اللي أنا أحتاج أفتهم كل شغلة تخص العمل، يعني هو البرنامج الكامل المكثف اللي خلاني أشوف أنا قبل لا أبلش وأنا مبلشة وبالمستقبل شلون يصير الشغل. غير لي انا حياتي ومفاهيمي، لانه كنت دائما اشوف انه هي مختلفه، ما يعني وبحاول اربطها صراحه، ما قلت يعني في اخر فتره ما صرت اشوفها مختلفه بس ماشي بفورمولا.